الجمع بين الأمكنة والأزمنة في حيز واحد، وصولا للمدرك الشكلي والتعبير الواقعي وتقديم التغذية المناسبة والتوجيه الفني، كل ذلك اختزل في معرض تجليات فنية بمحافظة الظاهرة والذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم. يجب علينا أن نهتم بعمل الطفل وأن لا نكبت هذا الفن، حيث أن فن الطفل هو عبارة عن إخراج لمكنونة. الكمة العمانية استخرجناها من واقع الكمة العمانية بالضبط، مع إضافة رسوم أعمال الطلاب. من حواف الأعمال واللوحات هي زخارف العمانية المستنبطة من الكمة نفسها العمانية. أكثر من 40 عملا فنيا سعى المعرض من خلالها للاقتراب من مراحل رسومات الأطفال ومحاكاتها فنيا، وسبر أغوار ملكاتهم الإبداعية والفنية في قالب فني جميل متفرد من حيث التناول وطريقة الطرح. هذه المشاركات طبعا مفيدة للطلاب وبالنسبة للمعلمين والطلاب. الطلاب حلقة أولى نادرا ما يظهروا في بعض من المعارض، فهذا نقلة كبيرة من المدرسة إلى الجمهور. صممت قصة بنفسي، إنها قصة مصورة، وكنت أتخيل الأحداث ثم أرسمها وأكتب الكلام. وفي زاوية من المعرض كشف ركن الإيجادات الطلابية عن لوحات ونتاجات فنية جسدها الطلبة على أرض الواقع، مستلهمين من الطبيعة والمكان أعمالا إبداعية. لوحات فنية متنوعة تكشف عن المواهب الطلابية، وتعد هذه المعارض فرصة جيدة للتعرف عليها. محمد بن سعيد العلوي، محافظة الظاهرة.